فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا لصلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يأمر بإقامة الصلاة؟ هل الأفضل أن يأمر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم يقيم الصلاة؟ هو الإمام. هو الإمام أتى متأخر، نعم، والجماعة ينتظرون، نعم، الصلاة. نعم، وهو لم يصلي راتب الفجر، ما صلى الركعة، هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة وبعد؟ نعم، إذا كان يشق على المأمومين لو صلى الركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين. يصلي ركعتين أول. أولا، نعم، والغالب أنه لا يشق لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليهم الأمر. هل تعرف أن إذا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون؟ نعم يتلفتون، لكنه إذا حضر اطمأنت نفوسه. فعلى كل حال إذا كان إذا رأى أنه شق عليهم هذا الشيء فلجل الراتبة بعد الصلاة. نعم، جزاك الله خير.